الحياة الثقافية في عراق اليوم تزخر دائما بالنشاطات، وفي حلقتنا لهذا اليوم تجوال لمتابعة بعض ما أمكننا توثيقه، فأهلا بكم. هذه فعالية مهمة كونها مخصصة لمناقشة واقع الدراما من أجل دعمها من قبل الدولة، ومعلوم بهذا الخصوص أن الدراما متوقفة في العراق منذ سنوات، وكانت نهضت بشكل مؤقت قبل أن تتوقف بسبب الأزمة المالية. لا أريد الاستغراق بالحديث عن أهمية الدراما في حياة الشعوب، لأن ذلك سيأخذنا بعيدا جدا ويفتح أبوابا من العتب والتقصير وجلد الذات، إذ أن بعضنا ينظر للدراما على أنها لعبة ترفيهية فقط، بينما هي نحت في الذات ومادة مهمة للتكوين، تكوين الشخصية، ووعاء مكتنز للذاكرة وصناعة للهوية الوطنية. قدمت أجيال الفن العراقي الأصيل أمس واليوم بإصرار ووعي وثبات، ترجمت طموحات وتطلعات أبناء الوطن من الشمال إلى الجنوب، وعكست صورا ناسعة من الإبداعات التي لم تنطفئ تضج بإشراقة الأمل بحياة سعيدة آمنة مستقرة. دعونا نطلق أحلامنا ونحررها من قيد التمني، فنحن نرفض أن نكون عاجزين عن اللحاق بمسيرة الدراما العربية، قادرون وسنكون، ولا عذر ابتداء من هذا اليوم لما يتمسك بانكسارات الأمس. العراق يرفع ذراعيه بكرم لكل من يمثل الإعلام العربي، متسامحا محبا منفتحاً على كل الأفكار والرؤى. والتوفيق سادتي لا يأتي عشوائياً، إنه يتطلب كل هذا القدر من السعي والتخطيط والنوايا الطيبة التي تمثلت بحضوركم المبهر هذا اليوم. دعم الدراما العراقية فيه الكثير من المحاور، فعدا مساهمة الدولة في ذلك، تحدث الفنانون عن ضرورة تطوير القطاع الخاص وإغرائه بدخول هذه الصناعة. أنا أعتقد أن الزج بالفنانين العرب في أعمال مشتركة معنا خطوة إيجابية، لكن بالمقابل هذا لوحده أنا ما أعتقد يكفي. يعني أنت مو كل المسلسلات العربية هي من الممكن أن تسوق وينشغل عليها، يعني أكو أسماء محدودة. أول شيء لازم يكون أكو اختيار وانتقاء
لطبيعة الأعمال اللي راح تنشغل حسابيا بالرقابة لازم تكون موجودة، أن ما بيها انحياز لأي جهة موجودة داخل العراق، يعني أعمال اجتماعية أو حتى إذا كان بها نفس سياسي فهذا النفس يفترض أن يكون معتدل، هذا اللي يفترض أن يحصل. زائدا هذا يحتاج أيضا دعم دولة بالدرجة الأولى، دعم الدولة. احنا لولا يعني انزواء الدولة عن الفن والفنانين لما كان ان هذا التوجه، يعني بالدرجة الأولى يجب أن تكون الدولة الداعمة الراعية الأولى، لأن الدولة هي يجب أن تكون المنطلق الأول للفهم واقع الدراما وفهم ماهية الدراما وأهمية المجتمعات والفن بصورة عامة. فأكيد أكو شيء ناقص، وإن شاء الله بعد هذه الجهود الدولة راح شوية نقول تلتفت على الدراما. القضية الأخرى التي احنا إن شاء الله في صددها بأنه يكون دور لمؤسسات الإعلامية جمعاء في المشاركة مع العراقية في نشر هذه الدراما. أتصور المرحلة بدايتها بداية جيدة وعمل دؤوب ومستمر من جميع الأطراف بدون استثناء، وإن شاء الله أتصور خلال الفترة القادمة تكون أفضل من الآن إن شاء الله. الحقيقة هاي المبادرة مبادرة مهمة جدا، والمبادرة هي واحد من صناعها هو الدكتور مجاهد أبو الهيل، وكانت الفكرة بهذا الصندوق دعم الدراما لحتى يصير في حقيقة ترجع الدراما العراقية قوية، تقدر تنافس الدراما السورية، تقدر تنافس الدراما الخليجية، تقدر تنافس الدراما المصرية بأعمال مشتركة. الفعالية شهدت إعلان جهات شاركت في صندوق دعم الدراما العراقية، ومن هذه الجهات مصارف ومؤسسات أخرى. 30 مليون دينار عراقي لكل مصرف، وفي الوقت الذي نعلن فيه عن شكرنا الجزيل لهذه الالتفاتة الكريمة يسرنا أن نتلو عليكم أسماء هذه المصارف، وهي مصرف آشور الدولي، مصرف الاتحاد الدولي، كردستان الدولي، مصرف بابل، جيهان، مصرف الموصل، الأقليم التجاري، الوركاء، عبر العراق، نور العراق، الاستثمار العراقي، العراق الإسلامي، الشرق الأوسط العراقي، مصرف الأهل العراقي، ومصرف الجنوب الإسلامي، ومصرف المتحد. البلاد الإسلامي، زين العراق، العالم الإسلامي، الندى الإسلامي، القابض الإسلامي، الثقة الإسلامي، سومر التجاري، الوطني الإسلامي، العربية الإسلامي، الهدى، الدول الإسلامي، القرطاس الإسلامي، أربيل، الشمال، الرافدين، العراقي للتجارة، الخليج التجاري، وأخيراً وإن شاء الله مو آخراً مصرف إيلاف. والتبرعات مستمرة إن شاء الله. بعد الفاصل تقرير خاص عن دور النشر والطباعة في الحلة.
أما الآن فإلى الحلة، مدينة الأدب والثقافة والفكر، مدينة طه باقر وعلي جواد الطاهر وموفق محمد وناجح المعموري، إلى الحلة التي تشهد دائماً تأسيس دور نشر ومؤسسات ثقافية وجمعيات أدبية. وها نحن اليوم نزور أولاً دار الفرات للنشر والتوزيع. دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة حقيقة بدت فكرة تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي، حينما التقيت الأستاذ جواد عبد الكاظم محسن وهو من أدباء المسيب المعروفين حول تأسيس دار نشر وطباعة تهتم بالشؤون الكتاب، إلا أن الظرف الاقتصادي والظرف السياسي آنذاك حال دون تأسيس المشروع، وتلكأ حقيقة بعد أن كتبنا مسودة بالموضوع. بعد السقوط مباشرة التقينا بالمرحوم الأستاذ مهدي عبد الحسين النجم، وهو من كبار محققي المخطوطات في العراق. حقيقة هذا الرجل كان قائم مقاما لقضاء المسيب، وتمكننا بالتعاون مع ثلة طيبة من الخيرين أن نؤسس جريدة عروس الفرات التي صدرت في مدينة المسيب، وهي أول جريدة تصدر في مدينة المسيب. تعتبر المكتبات الحلية هي الموروث الثقافي لمدينة الحلة حقيقة، وحقيقة أنه أغلب المكتبات تأسست في العقد الأخير من القرن الماضي، وكانت المكتبات لها دور كبير في ثقافة مدينة الحلة، وخصوصا في لدى طلبة العلم في جامعة بابل والمعاهد والكليات الأخرى، وكان لها تأثير كبير في الحياة الثقافية، وأسهمت في إنشاء يعني هوية الحلة، هذه المدينة العريقة التي تأسست أواخر العصر العباسي، كان لها دور مميز، وحقيقة كانت هي مركز الحوزة العلمية في القرن الخامس الهجري. وكانت أول إصداراتنا في سنة 2004، وأعتقد على ما أتذكر هو كان شعراء الحلة السيفية أيام الإمارة المزيدية وما بعدها. الآن بلغ عدد المطبوعات لدار الفرات للثقافة والإعلام على ما يربو أكثر من 700 كتاب في مختلف شؤون الحياة، في الشعر والأدب والثقافة والعلوم واللغات الأخرى وكل مناحي الحياة. دار الفرات لديها مطبعة خاصة بها، وهذا شيء جيد لأنه يمكن في هذه الحالة استثمار المطبعة لتطوير إمكانيات الدار المادية. تمكننا أن نشتري مطبعة وسهلنا أمور طباعة الآخرين. كان المؤلف ملزم أن يطبع 1000 نسخة فما فوق، غير هذا ما كان محددة. احنا تمكننا انه نجيب اجهزة حديثة بحيث انه هذا الحاجز كسرناه تماما، وسهلنا امور الطباعة للعديد من الاخوة في مختلف محافظات العراق. احنا طبعنا لكل محافظات العراق بدون استثناء، طبعنا للانبار، طبعنا للتكريت، طبعنا للبصرة، طبعنا للناصرية. دار الفرات عضو في اتحاد الناشرين العرب، وعضو في اتحاد الناشرين العراقيين، ولها سمعة ومكانة دولية بحيث أنه نتاجاتنا تطلب دائما من الدول المجاورة مثل إيران أو سوريا، دائما كل نتاجاتنا إيران تقتنيها وبكمية، لأنه بها في شيء جديد يتميز عن الدور الأخرى. صدر عن هاي الدار مجلة أوراق فراتية، هاي المجلة اللي عاشت هي 7 سنين، وإحنا بصدد استئناف صدورها لأنه وصلت إلى العدد 25 حقيقة، وتوقفنا لأسباب فنية المادية الحمد لله وشكرا أنه الأمور ماشية، لكن هذه المجلة إحنا هسه بصدد استئناف صدورها، و
تأخذ طريقها إن شاء الله إلى المكتبات الأخرى. ومن دار الفرات إلى دار الصادق، وهذه الدار أسست عام 1991، وكانت في البداية مجرد مكتبة لبيع الكتب، لكنها تطورت لاحقا لتتحول إلى دار نشر فاعلة. طبيعة عملنا هو نشر وتوزيع، فبعض المطبوعات هي من طباعتنا ونشرنا، وبعض الآخر توزيع. معظم المطبوع يعني يوجد فرع للمكتبة، فرع المكتبة الدينية في مكان آخر، وهنا مقر المؤسسة هو تقريبا معرض للكتاب الأكاديمي المتخصص في الحياة الجامعية. طبيعة العمل بالنسبة لمنشوراتنا، معظم منشوراتنا ساهمت في طباعة بعض مصنفات الحليين وكثير من أساتذتنا الأكاديميين في شتى فنون المعرفة. وطبعا للطباعة كانت والنشر لمعظم شرائح المجتمعية والمثقفة والأكاديمية من كافة محافظات بلدنا العزيز، من البصرة وحتى سليمانية. وطبعا طبيعة الكتاب الأكاديمي اللي يتخصص الكتب العلمية بالإضافة للكتب الإنسانية من وكذلك كتب طبية وشتى فنون المعرفة. أخيراً زرنا المركز الثقافي للطباعة والنشر المختص بطباعة وتوزيع المؤلفات الأدبية. المركز الثقافي للطباعة والنشر أصدر المئات من الكتب بعنوانات مختلفة، في الأغلب والأعم منها يتمركز في الشعر والقصة والرواية والنقد، يعني تقريباً الصبغة التي الماشية على الدار هي الصبغة الأدبية بصفتنا، يعني أغلب العاملين في الدار هم من أعضاء اتحاد الأدباء. المركز الثقافي كان له بصمة واضحة وجميلة في أنه أول من قام بعمل حفل توقيع للكتاب في محافظة بابل. ثقافة حفل التوقيع ما كانت معروفة في مدينة الحلة أبداً. نحن سعينا إلى هذه المسألة لإيماننا المطلق بإمكانية العمل الثقافي في التغيير، وطبعا هذا أمر صعب جدا يعني، وليس ليس من السهولة بمكان أن يهمل يعني تأثير الثقافة في المجتمع عندما نقيم حفل توقيع سواء في القاعات أو في الهواء الطلق. احنا أجرينا حفل توقيع في الشارع، ننطلق من هذا الفعل الثقافي لإيماننا بأنه يجب أن تكون الثقافة متغلغلة في بنية المجتمع ولا تكون في أبراج عاجية وفي قاعات مغلقة. بعد الفاصل في فقرة سي في نتعرف على سيرة المسرحي توفيق عبد الواحد ونزور مكتبة الأديب صلاح السعيد في بابل. الاسم توفيق عبد الواحد سنيد، ممثل ومخرج مسرحي. الولادة
1956 الديوانية، خريج معهد الفنون بغداد، مدرس في معهد الفنون الجميلة الديوانية. اشترك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. كيف كانت البدايات ولماذا اخترت هذا المجال؟ البدايات كانت سنة 69 بالتحديد، كانت بداياتي بالعمل المسرحي. وقبلها كنت خطيب، يعني أشارك بمهرجانات الخطابة. فيوم من الأيام شافني الفنان المخرج علي هادي الحسون، فسألني قال بابا تحب تمثل؟ وهذه طبعا نزلت مثل الثلج على صدري، لأنه أمنية أن أمثل. فانتظرت ثاني يوم، يعني الموعد اللي كان وياه ثاني يوم في النشاط المدرسي في الديوانية. فجيت علي وبدينا عمل مسرحية، بطولة مسرحية اللي هي أبو طبيلة، اللي هي تأليف الشاعر باقر الموسوي وإخراج الفنان علي هادي الحسون، وتقدم العمل سنة 70. ما هي أبرز الأعمال التي أنجزتها؟ أبرز الأعمال كانت مع الفرقة القومية، كان اسمها هنا بالديوانية، وكذلك في معهد الفنون الجميلة أثناء الدراسة. قدمت يعني خلافا للكثير من الأعمال اللي هي أطاريح زملاء الطلاب الخريجين، عملت مع الأستاذ حافظ أحمد حافظ مسرحية عنترة، وهي من تأليف يسري الجندي ومن إخراج الأستاذ حافظ أحمد حافظ، وهو من الجنسية المصرية. وكذلك عمل آخر اللي هو اسمه علي جناح التبريزي وتابعه قفة، وكان عمل متميز، وكان عمل أخذ صدى في عند النقاد العراقيين وعند طلبة معهد وكلية الفنون الجميلة آنذاك. من هم أبرز المؤثرين فيك؟ والله أبرز المؤثرين بي الفنان قاسم محمد رحمة الله عليه أستاذي، والدكتور فاضل خليل أيضا له تأثير واضح علي يعني، والكثير من زملائي وأصدقائي اللي هنا بالديوانية، يعني نحن فريق عمل واحد. لو عاد بك الزمن إلى الوراء، هل كنت ستختار المجال الذي اخترته؟ والله ما أختار نفس المجال، أختار أي مجال آخر غير مجال الفن حقيقة، لأنه الكثير من الانكسارات والكثير من الخسارات والكثير من المعاناة، يعني اللي سبب ليها حبي لهذا العمل، واللي هو يعني سواء على صعيد المسرح أو على صعيد التلفزيون. هل حققت ما كنت تحلم به؟ بالتأكيد لا، يعني أنا حقيقة لم أخذ فرصتي الحقيقية بالمسرح، رغم حصولي على العديد من جوائز يعني جوائز أحسن ممثل أو ممثل واعد أيام زمان كانت التسمية، بس أنا ما حصلت على فرصتي الحقيقية أو لما أطمح أن أقدمه يعني على صعيد المسرح أو التلفزيون. ما هو أبرز منعطف في مسيرتك الثقافية؟ والله أبرز منعطف كان عملي مع قناة كورتسات الفضائية عن طريق الفنان المرحوم هادي المهدي، والعمل بدأ من 2005 تقريبا،
2005 إلى 2010 مستمرين بأعمال، يعني قدمنا أكثر من 5 مسلسلات يعني تمثيل، يعني أنا أمثل بها، وعمليا قدمت لهم عمليا كتابة، يعني كان كتابتي. العمل الأول زينب وأخواتها، وكان سيناريو إلي والإخراج للفنان المرحوم هادي المهدي، وكذلك عمل آخر يتحدث عن الإرهاب، وكان عن القاعدة، وتقدم العمل أيضا في قناة كورتسات الفضائية اللي كانت تبث على الهوت بيرد. إلى مكتبة شخصية أخرى من مكتبات أطباء الحلة، ووقفتنا اليوم مع مكتبة الأديب والمترجم صلاح السعيد، فتعالوا معنا. لم يكن ضمن اهتماماتي اقتناء الكتاب، ولربما يعني تكون مفاجئة لكم. لماذا؟ لأننا أصحاب مكتبة، يعني والدي يمتلك مكتبة تجارية طبعا في الحلة، أقدم مكتبة بالحلة، وكانت ترد إليها المطبوعات الكتب بأنواعها، فكنت أقرأ الكتب ولا أقتنيها، بمعنى يعني ليست لدي مكتبة خاصة في البيت، كنت أقرأ فقط أي كتاب يصل يثير اهتمامي أقرأ ثم أرجع إلى المكتبة مرة ثانية. يعني روايات نجيب محفوظ تجي أقرأها، كتب يعني روايات عالمية، كتابي، مطبوعات كتابي، الروايات العالمية على الإطلاق كلها كنت مهتم بها أقرأها، يعني أهتم بالرواية أكثر من أي شيء آخر، إضافة إلى الكتب الأخرى، كتب الرحلات، كتب الجغرافيا، كتب تتعلق بالعلوم الأخرى، كنت أقرأ وأرجع الكتاب إلى المكتبة. لكن بعد ذلك، يعني بعد فترة متأخرة بالحقيقة، يعني تقريبا بعد الثمانينات، بدأ اهتمامي باقتناء الكتاب. يعني بعد تخرجي من الجامعة وجدت يعني أنه يعني يجب أن أقتني مجموعة من الكتب حتى أعود إليها، لأنه الكتاب اللي أرجع إلى المكتبة مالت والدي ما راح ألقاه مرة ثانية، فأحتاج إلى مصدر. بديت باقتناء الكتب، كانت مكتبة متواضعة صغيرة بالبيت، لكنه بعدين نمت إلى ما تشوفه، ولو هي الآن يعني متواضعة، ليست يعني كبيرة جدا، لكنه يعني هي ضمن اهتماماتي. الآن أنا يعني أقتني أي كتاب جديد يثير اهتمامي. الكتاب بالنسبة لي هو حياتي، يعني أنا أشم رائحة الكتاب ورائحة الحبر اللي موجودة بالكتاب، عشت وياها، يعني لأنه الكتاب كان موجود يعني بحياتي من أنا طفل، يعني بالابتدائية أروح إلى مكتبة والدي أشم رائحة الأخبار مالت الصحف والمجلات والكتب، ظلت هذه متعلقة بخياشي، متعلقة بحياتي تماما. وإضافة إلى أنه حبيت يعني الكتب وقراءة الكتب بعيدا عن الكتب المدرسية والممنهجة إلى آخره، لا أنا كنت مولع يعني بقراءة الكتب والقصص. بدأت يعني بقصص المصري كامل جيلاني، الكتب للناشئة وغيره، وإرسيل لوبين وطرزان وغيره، هاي البدايات الأولى يعني من كنت بالابتدائية ثم المتوسطة، ثم بعدين يعني قراءاتي تنوعت وصارت متخصصة أكثر. يعني مكتبة الأستاذ صلاح السعيد ذات طابع عام، وتتضمن كل ما يفضله من مجالات. يعني أنا لا أبخل على أصدقائي بإعارة الكتاب أبدا، رغم أنه أنا حريص يعني ومتمسك بمقولة، أعتقد برنارد شو يقول، برنارد شو أحمق من يعير كتابا
وأكثر حمقا منه من يعيده. فأنا أوصي يعني أصدقاء أقول لهم أنا لئيم بالكتاب، يعني ما أعير كتاب، لكن يعني بشرط أن أنطيك الكتاب وترجع إليها وأدونها حتى لا أنسى، يعني لأنه راحت من عندي كتب ثمينة الحقيقة، يعني من أسأل الأصدقاء الكتاب منطيتك إياه يعني والله رجعت أنا أعتقد رجعت لك إياه إلى آخره يعني بهال. فيعني ضيف أبواب يعتقد أن للكتاب الورقي خصوصية كبيرة ولا يمكن للكتاب الرقمي أن يحل محله يوما. جيل الفيسبوك والإنترنت والفضائيات وكما ما عنده اهتمام بالكتاب، وهي هذه الطامة الكبرى. الكتاب إلى خصوصية يختلف عما أنت تطلع مثلا بالحاسوب أو بالإنترنت، أنت ما تقدر تقرأ كتاب وظل تقلب به. الكتاب إلى حميمية، من تقرأ وتقلب وترجع مرة ثانية أو تتذكر ربما وتصفن وتأشر، هذا خصوصية أخرى، وأنت مستقيم مرتاح، ما مثل الحاسوب وعينك مجدودة على الشاشة ومرهق أيضا بالقراءة. الكتاب لا يرقى إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة، مستحيل يبقى الكتاب كتاب. لكن اسألني، القراءة الآن انحسرت؟ إيه نعم انحسرت. الكتاب طلب الكتاب يعني أقل من له بالتأكيد، بالسابق الكل كانوا يقرؤون، أما الآن يعني عدد طلبة الجامعات، يعني طلبة الجامعات مهتمين فقط بالبحوث، يعني المطلوب البحث يروح يدور البحث بالمكتبة ويكتبه خلاص وانتهت علاقته، قليل جدا. يعني هم أقلية، أقلية الأقلية من المثقفين والأدباء من يهتم بالكتاب ويتابع الكتاب ويقرأ. بعد الفاصل الأبواب يلتقي المطرب جواد وصدمتنا الحقيقة، وكل من يلقى الأشواق عثرات بطريقة. يسمونه مطرب المثقفين، وهو يعد نفسه كذلك لعلاقته القوية بهذا العالم. إنه جواد محسن الذي التقيناه، وكان هذا الحوار السريع. كسرني ايام وسنين ولا قلناش خسار، خل نرجع حبيبي ونعوض عمرنا. الفنان جواد محسن، اهلا وسهلا بك ضيف ابواب لهذه الفقره، شكرا لتلبيتك الدعوه. وخلينا من البدايه نتحدث عن البدايات، كيف ومتى كانت بداياتي؟ هي يعني قد تكون تقليدية أو بسيطة، لكنها كانت تحمل في داخلها نواة لمشروع فكري ومشروع جمالي كبير. كانت بدايتي في المسرح وليس في الغناء، وأنا أعتقد أنه المسرح هو أساس كل الفنون، يعني هو الرحم التي ظهرت منها الفنون فيما بعد. نتذكر المسرح اليوناني اللي من خلاله ظهر الكورس، ومن خلاله ظهرت الفرق الموسيقية، ومن خلاله ظهرت المجاميع. بدايتي في مسرح الجماهير في مدينة الثورة. هذا المسرح كان في طاقات شبابية، من أهم الأصوات التمثيلية اللي ظهرت فيما بعد خضير ساري، طالب الربيعي، نجم الربيعي، حتى إبراهيم رشيد اللي هو التشكيلي أيضا كان يعني في الفرقة، علي السعدي الفنان التشكيلي المهم الآن في لندن، يعني أسماء، علي داخل ممثل الكوميدي أيضا، أسماء كبيرة يعني ولامعة كانت في فرقة مسرح الجماهير. في فرقة مسرح الجماهير تلمست حدود موهبتي، فوجدت نفسي أكثر في الموسيقى. في هذه الفترة أكملت مرحلة الثالث متوسط، دخلت معهد الدراسات النغمية. معهد الدراسات النغمية أيضا كان بي يعني أستاذ عبد الرزاق عبد الواحد المدير،
روح الخماش، كان بحميد البصري، شعوب إبراهيم، يعني مواهب كبيرة وأساتذة كبار يعني كانوا في المعهد. حاولت أن أطور موهبتي فتخصصت في آلة الجوزة اللي آلة تراثية. من خلال آلة الجوزة قدمت بعض الأغاني التراثية أو الأغاني اللي قريبة من روح التراث. كل شي تغير بيكم بي، حتى النظرة والحنية، كل شي تغير بيكم بي، حتى النظرة والحنية، وما كان يصير اللي صار، وما كان يصير اللي صار، لو احنا مفكرين شوي، ولو احنا مفكرين. وهكذا مضت المسيرة هادئة وحافلة، وكانت أهم منعطفاتها هي قبوله في فرقة الإنشاد العراقية. فرقة الإنشاد يعني تم الاحتراف بالنسبة لي، يعني بديت أطرح نفسي للوسط الفني باعتباري محترف يعني وليس هاوي. فقدمنا أيضا، كان جميل جرجيس الرجل الموسيقي الكبير والرائع، أيضا التلمذت على إيده، وعلى الأستاذ فاروق هلال أيضا كان طالب القرار اللي هو رئيس قسم الموسيقى، فكان يعني أكو رعاية خاصة لبعض الأصوات، أنا كنت من ضمن هؤلاء الأصوات. في مرحلة أخرى طالب القرار اللي أيضا تبنى صوتي فقدم لي مجموعة من الأغاني. فرقة الإنشاد هي أشبه بالعائلة، فأنا حتى في الفترة الأخرى يعني فترة السنوات اللاحقة أتيحت لي أن أخرج من عباءة هذه الفرقة، لكن بديت أحن إلها فتعود لي إيه، فبديت بديت حتى لو أغني أغاني انفرادية، بس هذا جوي أحسهم عائلتي يعني أحسهم أصدقائي. فحتى أذكر مرة يعني صار طالب القرغولي قال لي جواد انت هاي مرحلة الفرقة يعني انساها، يعني انت الان مطرب اصبحت، فصير مجموعة المطربين. انا اصور مجموعة المطربين بس مو صرت يصير تصوير فرقة الإنشاد اروح، فهو كان يستغرب يعني يقول لي يعني لا تروح، مرحلة انتهت من حياتك، ما يعني حقيقة احب الفرقة. حدثنا عن تعاملك مع الملحنين. ملحنين تعاملت مع جعفر الخفاف في اغنية يعني يا غربش ما تغربينا، اي اهم تجربه جميله يعني، مع سرور ماجد، مع كثير من الملحنين. لكن انا حقيقه في فتره معينه انا بديت الحن لنفسي، ياسين الراوي ايضا لحن لي، بس بديت انا في فتره احس انه انا عندي قدره ان الحن لنفسي، فكنت مقل في التعامل مع الملحنين الاخرين. يا ما بقيت انتظر حاير، قلبي عليك بنار صاير، يا ما بقيت انتظر حاير، قلبي عليك بنار صاير، أرجوك لا تسمع. والله هي أول أغنية اللي أغنية مو صوتك انت صوت الوياك اللي لحنها اللي كريم هميم، كانت كلمات كاظم السعدي. هاي التجربة الأولى في حياتي، طبعا قدمتها من ضمن حفلة لفرقة الإنشاد، بس بعدين قطعتها ونزلت التلفزيون وأخذت صدى في وقتها كلش يعني طيب. هذا الأغنية مهمة. الأغنية الأخرى هي خلي العتب لطالب القرغ اللي حققت لك يعني مثلا شهرة واسعة يعني حققت لي يعني على الأقل طبعة اسمي يعني، كانت هناك بصمة يعني لجواد محسن يعني، خاصة خلي العتب
ومو صوتك انت صوتي وياك، يعني بدا جواد يتميز بهذا اللون، بهذه الروحيه، بهذا القدره على الاداء. ما بين روحي وروحك اسرار اسرار، وما اريدك انت تظل محتار محتار. يا ما مثل احباب تابت، يا ما على الاهات عبرت، يا ما مثل احباب تابت، يا ما على الاهات عبرت، يا ما خلوا وراهم كل شيء قال، خلوا وراهم كل شيء قال. جواد محسن قريب جدا من عوالم المثقفين، وهذا عائد لشغفه بالقراءة منذ صباه. حقيقة هو أنا مثل ما قلت لك في بداية حياتي دخلت إلى مسرح الجماهير. مسرح الجماهير يعتمد كثيرا على النصوص العالمية، يعني على النص المسرحي. النص المسرحي في ذاك الوقت كبار المفكرين بالعالم هم مسرحيين، يعني مثلا سارتر، جان جاني، برناشو، كل الكبار، حتى مصطفى محمود على مستوى يعني مصر، نجيب سرور، كانوا يكتبون نصوص يعني مسرحية. فعندما كنت أقرأ سارتر قرأت الفلسفة الوجودية، لأنه أنت لا يمكن أن تقطعين الصلة بين النص وبين منتج النص اللي هو يعني سارتر. فقرأت الوجودية، الوجودية أحالتني إلى الماركسية، الماركسية أحالتني على البنيوية، البنيوية أحالتني إلى دراسة التاريخ القديم، رجعت إلى المسرح اليوناني، رجعت إلى مسرح شكسبير. هذه التنوعات المعرفية جعلتني محب للقراءة. حب للقراءة خلاني أقترب من أصدقائي المثقفين، فكنت أكثر أماسي التحدث الأدباء. كنت أني من الأسماء المهمة في المتواجدة هناك، وإلى الآن أذكر، وهذا في حالة يعني بها نوع من الغرابة، أذكر في السبعينات كنت يعني صغير جدا، فكان الشاعر سعد يوسف عنده محاضرة، لأن هو مترجم أوراق العشب لوالت وايتمان، ففتح باب النقاش. سعد يوسف يعني هو رجل محاور قوي ومشاكس أيضا، فكانوا يخشون أن يواجهوه. المهم أني رفعت يدي، فهو استغربه وأنه أنا أشوف هذا الطفل صغير يعني يريد يناقش سعد يوسف. المهم ناقشته، وإلى الآن أذكر حتى حرجته يعني، بس هو تقبل يعني تقبل حضوري، بتقبله بروح يعني، بدأ يبتسم، حسيته يعني أكو ارتياح لهذا الطرح، رغم كنت أنه أني أهاجم يعني الفكرة اللي في وقتها يعني طرحها. غلطنا وما عرفنا الحل، غلطنا وخفنا من نسأل، ندم تالينا وهاي وعلينا الدور الأيام، ندم تالينا وهاي وعلينا الدور الأيام، وكل شي ضاع ضاع ضاع. فقرات برنامجنا انتهت لهذا اليوم، موعدنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.